حكينا مع السيرفيون جنرال على موضوع اخر فيما يتعلق بالمداهمه نتاع عوين الامن المستشفى. السيرفيون جنرال يقول لي ما صارتش الحكايه هذه بالنسبه لي، كنت عندك شي مضيف؟ اذا كنتم تو تنجموا تشدوا صحيح، انا لي كاميرا مراقبه ليلتها فما عاون امن جاء واستقبلوه وعمل له عملوا له الاسعافات اللازمه ودخل الصاله هذه اللي هو تم فيها الاسعاف. بعد هو كي بدا فما كلام يعني خارج عن الموضوع، الزميل اللي سعفه في حد ذاته قال له مش معقول احنا نسافوا فيك، يعني مش هدا عادية تاع جدال في الكلام. خرج لبرا بدا يسب بدا كذا ما نعرف شنيا، ما رانا مشات دخلت السيرفيونت نتاع للأمانة راهو خاطر احنا حاضرين للواقع. مع حكاية قريب 8 نتاع الليل راهو خذا السيرتيفيكا نتاعو، خذا الاوردونونس نتاعو، عمل الاسعافات نتاعو، غرزوا له استيتيك، جابوا له السيرفيونت نتاع البلوك، يعني فيل استيتيك استعملوه له السيد العاون نتاع الامن. ما رعنا الا مشى عمل تليفون وسته سيارات مأجين، وعندنا راهو كاميرا مصوره اش صار في المستشفى، يعني من الارجونس يعني مسافه نتاع اكثر من 100 متر. ستة سيارات مأجة بالعوان وكلها، ما هو السيد اللي عملوا له الاستيتيك يعرف البلاصة اللي صارت فيها. تدخل دخل طول الكلوار يجروا، فما مرضى في الارجونس، فما مرضى في الكلوار تاع سال راديو في اللي سال سوان، يعني حبوا باش يدخلوا للبلوك ودخلوا للبلوك فعلا، ما عرفوش الباب اللي دخل منه السيد اللي قاعد يخدم، هو وقته موجود في الخدمة زميلنا نصر الدين، وهو وقت يشق عندنا زوز مرضى في بيت العمليه. ما عرفش علاش هذه وعلاش انفاوها في الاعلام اللي هي ما صارتش، مع انه راهو نجموا هما تو يطالبوا. فما كاسيت مصوره اللي هما كيفاش صار في الكلوار. عاون من الامن جاء لهنا باش نسعفوه كل شيء، فهمتني؟ بعد ما سعفناه عمل لك وسمعنا الكلام الناس الكل، دخل زميلنا قال له كيفاش تقول كلام كيما هكاك بعد ما نسعفوك وكل شيء. هكا وطلب زملائه وكذا، جو قرب 30 40 واحد هكا، وهذا شنو اللي صار؟ شوف كيفاش كسروا الواحد ودخلوا بيت العمليات باش معناتها كسروا هذا باش يدخلوا لل في بالهم الباب هذاك، في بالهم هو شيء يتعداوا له لداخل، فهمت؟ فهمتك يا اخي. تبعك هما تما زوز عوين دخلوا منا كسروا للواحد بسقايم لهنا وبالسلاح ضربوا له هذه الصوره هذه كلها كسروه. احنا توا عودنا منا الواحد بالطبيعه. شوف انت ثم كاميرا سيرفيونس فوق تشوف